باستثناء الكابتن سامي قمصان، هو المصري الوحيد. يعني كابتن عماد النحاس ما جاش؟ متخيل؟ لا ده محتاجين الحقيقه كان في ناس بتقول ان كابتن عماد النحاس بعد ماتش المقاولين وقع في النادي الاهلي. تعالوا نفكركم باللي كان بيتقال في فيديو ونرجع تاني. يعني انت لو بصيت عماد النحاس اهلي، محمد عادل عضو في النادي الاهلي، عماد النحاس انضم للجهاز الفني الجديد في النادي الاهلي. لا 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 هينضم بعد الماتش ده للجهاز. يعني هي القصه كلها لما تلاقي فرحه هو في جهاز فني جديد في النادي الاهلي. ايوه في جهاز فني جديد هينضم له عماد النحاس من بدايه الموسم بعد ماتش، يعني خلاص ماتش خلص. معلومه يعني يا باشا تعاقدوا معاه خلاص، ده اخر ماتش له مع المقاولين العرب، خلاص هو اصبح مدرب عام مع المدرب اللي في الجهاز الجديد. يا باشا هم اتعاقدوا معاه خلاص. طب دور اخر ماتش ليه المقاولين العرب. طب وبعدين ما تدور الحل. دور كويس. لا والله لا سامي قمصان انا متاكد، سامي قمصان والله العظيم متاكد، والكابتن عماد النحاس ما زال بيقود نادي المقاولين العرب وبيعمل بري سيزون مع المقاولين العرب، وبنتمنى له طبعا التوفيق. والحقيقه اصلا انا مش فاهم ليه بنتكلم عن فكره المقاولين العرب رغم ان مباراه القمه كانت بعد مباراه المقاولين العرب والاهلي فاز 1-0. ليه اللي ما قدرش يعمله عماد النحاس ما عملوش الزمالك؟ منطق سهل وبسيط وبيريح الناس لو شافوا الامور من الزاويه دي. خلينا نركز مع المدير الفني، وتفضل قول بقى ايه مشواره الفني وركز، خلينا في اللحن.